الحصول على القروض يا قرض. مجموعة من سيدات الأعمال في البصرة هنا التأم شملهن لمناقشة تحديات تسجيل الشركات التي تقودها النساء بعد انخراطهن في مجال المال والأعمال رغم هيمنة الرجال على مجمل قطاعاته الاقتصادية. فكثير من النساء بدأنا مسيرتهن من الصفر وأسسنا مشاريع خاصة بهن بأموال بعضها من المنح وأخريات حصلنا عليها من الميراث أو من مساعدة الأزواج. المرأة تعاني معاناة مثلا أنه أولا كطابع الاجتماعي سفرها ودوائر بغداد، فاليوم احنا نطالب نكون تسجيل الشركات داخل محافظة محافظتها، وخاصة أنه احنا نكون اليوم نطلب أنه نكون أونلاين هذه التسجيل. ولا توجد أرقام رسمية عن حجم رؤوس الأموال التي تستثمر بها سيدات الأعمال في عاصمة العراق الاقتصادية، لكن ما هو مؤكد أن عدد الشركات المملوكة لنساء بلغ نحو 10 مسجلات بشكل قانوني، وهذا عائد إلى جملة أسباب أبرزها التهرب الضريبي والروتين الحكومي. 10 شركات مسجلة في أسماء النساء، غالبا ما يكون الشركات تابعة على الرجال ويسجلها باسم زوجته. المشكلة اللي هو عزوف النساء عن التسجيل الشركات هروبا من الضرائب والقضايا القانونية المعقدة. طبيعة عمل سيدات الأعمال تغيرت بالفترة الأخيرة، حيث توسعت مشروعاتهن بعد أن وجدنا لهن مكانا مع رجال الأعمال المعروفة أوساطهم بحدة القرارات وشدة المنافسة. بدنا نشوف كثير بنات يفتحون غير المجالات المتعارف عليها خاصه بالنساء اللي هي ممكن السياقه الصالون وغيرها، نشوفها لا جت تتوسع اكثر، جت تدخل بالمجال النفطي، المجال الصناعي، المجالات اللي كانت حكرا للرجال. ومع هذا فإن نسبة الأنشطة النسائية في قطاعات المقاولات والصناعة والعقارات نسبة ضئيلة مقارنة بقطاعات أخرى كالتجارة ومواد التجميل والألبسة والأغذية. توصف المرأة بأنها نصف المجتمع، وهذا النصف يحتاج إلى استثمار إمكاناته شبه المعطلة من خلال تغيير أنماط التفكير في مجتمع تهيمن عليه الثقافة الذكورية. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.